في الهويست كانت عندي الزاوية واقفة، بس هون في عندي زاوية، فلازم هذه تي ام تكون تتناسب مع ايش؟ مع ساين ثيتا، مش هيك؟ لأن الفورس اللي موجودة هون ايش هي؟ ام جي ساين ثيتا. حتى امنع هذا بدي احط عليها فورس معاكس، مش هيك؟ او تورك معاكس. قديش التورك بده يصير تبع الماسز الان؟ تي ام للماسز، خلينا اول شيء نحطه على اللو سبيد شارت، شو بيساوي؟ بيساوي ام، ايش ام هون؟ الماسز هي ان في ام ال، مضبوط؟ عدد الماسز كلهم اللي هو ان في ام ال، بدي اضربهم في جي، بدي اضربهم في ساين ثيتا، هي صار عندي هاي الفورس اللي موجودة. كيف بحولها لتورك على هذا الشارت؟ ايش بدي اضربها؟ في دي، في دي مش هيك؟ وبضربها في دي، احنا استعملنا دي اس، خلينا نستعمل دي اس، هو خلينا نسمي هاي دي اس. فهي راح تصير في دي اس على 2، راح تعطيني تورك على اللو سبيد شارت. هلا احنا قلنا السرعه باي ديفينيشن ايش بيصير فيها؟ هاي سرعه عاليه وهي سرعه واطيه. اذا هون عندي هذا تورك منخفض وهذا تورك عالي، اذا ايش بعمل بالتورك؟ بضربه ولا بقسمه على ار جي؟ يعني الماسز بتبين كانها تورك اقل لما تيجي عندي عن المحرك، وهذا هو اللي بدي اياه، مش هيك؟ انا بدي اخرب حالي ولا بدي اساعد نفسي؟ فاذا هون انا عملت سبيد ريدكشن ريشو عشان السبيد بتنزل بهذا الاتجاه بس التورك بنزل بهذا الاتجاه، فالتورك ببين اصغر من قيمته الاصليه بمقدار ار جي. وما ننسى ايش عندنا كمان؟ ايتا فورورد. ليش استعملنا ايتا فورورد لانهم ماشيين بهذا الاتجاه؟ احنا عم نحسب بهذا الاتجاه، بس ليش استخدمت ايتا فورورد؟ الباور فلو ايش اتجاهها؟ الموتور فهي فورورد. لما يكون بريكنج، لو بعمل بريكنج بتصير الباور تمشي بهذا الاتجاه. اوكي، ضل هي جاهزه يعني، مش هيك؟ مضبوط؟ هنلاحظوا مباشره اذا ثيتا كانت زيرو كل الكوانتيتي هاي راح تروح لزيرو. راح تعتمد على عدد الاوبجكتس ووزنهم كتلتهم في جي في ساين ثيتا، وبعدين في عندي تعبير بهدول، اوكي؟ وهذه هون على الهاي سبيد شارت جاهزه. ايش عندي كمان اخر شيء لازم احسب؟ اي توتال، مش هيك؟ اي توتال ايش الاشياء اللي بتعطيني انيرشا؟ البوليز التنتين، البيلت نفسه، اي موتور صحيح، تمام؟ والماسز نفسه، الماسز راح يكون فيهم كونتربيوشن. هلا لاحظ الماسز هاي بامكانك تفكر في كل ماس كانها نقطة، لها كانها ماس مركزة في نقطة، مضبوط؟ على وين عم تشتغل هاي النقطة؟ وقديش المدار تبعها حوالين هون؟ عند هاي النقطة، مركزة كانها في نقطة، فهذه راح تكون هون، والريشو تبعتها أو الديستنس تبعتها راح تكون دي اس على 2، بس بالانيرشا بنروح في ايش؟ في المربع. فبصير عندي هلا اي ام لللود بيساوي مجموعهم كلهم ان ام ال، مضبوط؟ هلا بامكاني هذول اجمعهم، بامكاني اخذ هاي مع اي تبعت البولي هاي والبولي هاي والبرت، لانه كلهم عمالهم بيشتغلوا على نفس الراديوس، مش هيك؟ مش راح اضربهم بنفس الراديوس كلهم من هون اذا كان في حاجه لضرب في الراديوس. ناخذ اول شيء هاي ان ام زائد راح اخذ ام تبعت البلت، هذول كلهم ماس، ايش وحدتهم؟ كيلوغرام. حتى يتحول الانيرشا بدي اضربهم في مربع دي اس على 2 تربيع، مضبوط؟ ايش كمان ممكن اضيف لهم الان؟ تحولهم على الهاي، اذا بدك بصير. خلينا ناخذ هذول معهم مساره، لاحظوا هلا هذا الراديوس، هذا الدايمتر، لانه نفس الدايمتر بقدر اعتبر هاي البولي كانها على هذا الشاف. لو هذا الدايمتر مختلف ما بصير، بدي اعمل تعديل، اه بس بعتبر البوليز ما دام لهم نفس. اذا هون بقدر اجمع اي بي 1 واي بي 2، الوحدات صحيحه بصير اجمع كيلوغرام متر سكوير، كيلوغرام متر سكوير، وهي كيلوغرام متر سكوير. هذا اللي اعطتني هاي على اللو سبيد شافت، مضبوط؟ حتى احولها الان للهاي سبيد شافت شو بدي اعمل؟ بقسم بدنا نقسم على ار جي سكوير وعلى ايتا، مضبوط؟ اعطتني هون، وايش بقدر اجمع بالاخر لها؟ اجمع لها اي موتور، بس اي موتور ما بعمل عليها اي تعديل، فبصير عندي هذا كله زائد، راح اكتب موتور كامل عشان يميزها عن اي ام. هون في اي شارت، اي شيب، ما هي اي بولي، هي اي بولي، ما هي نفسها البولي هون، اه فاعطيتها اي بي 1 اي بي 2. هلا ممكن الجير بوكس تقول لي في داخل الجير بوكس في بصير، بدك تحسبهم
الجير بوكس رح يكون فيه له شيء على الهاي سبيد شافت وشيء على اللو سبيد شافت، فتبع اللو سبيد شافت بتضيفه لهذول، الهاي سبيد شافت بتخليه مع المحرك. هاي هذه جاهزه هيك، وحدتها كيلوغرام متر سكوير. خلص هيك صارت عندي المعادله النهائيه جاهزه. بدي انا تي تبع الدرايف ناقص تي ام ال على الهاي سبيد شافت، هي معادلته، بيساوي الفا، هي معادلتها الفا هاي سبيد شافت مضروبه في اي ام هاي سبيد شافت. كل شيء معروف عندي، رح يطلع معي في النهايه تي درايف اللي مطلوب للمحرك. وزي ما حكينا غالبيه السلكشن تبع المحرك رح يكون على التورك مش على الباور، نعمل تشيك على الباور بس غالبيه السلكشن رح يكون على التورك. اوكي ماشي، واضح المعادله؟